السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ نشتغل في الطقم الجميل ده، طقم 3D ومعاه سادة. تمام، احنا اتفقنا ان 3D ده في الحلقة اللي كنت عملتها بتاعت أسعار القماشات وأنواعها. 3D ده بيبقى تمنه ما بين 28 لحد 35. في تجار بتبيعه ب28، تجار بتبيعه ب30، 32، ب35، في منه خفيف منه تقيل. بس هو المتراوح بتاع الثري دي بيبقى التمن ده كده من خمسة، من 28 ل 35. هعمل معاه ده، ده قطن العمرية، بيبقى ب38 جنيه المتر. برضو في بيبيعوه ب38، في بيبيعوه ب40. ده قماش قطن العمرية سادة. هنبدأ نشتغل نشوف الطقم ده هنعمل فيه ايه. مبدئيا كده انا قصيت، عشان القماشه دي هي كتير معايا شويه، انا قصيت منها 4 متر ونص، وقصيت متر من الفوشيا ده الساده. يبقى انا قصيت متر، انا متهيألي مش هحتاج تاني، بس لو احتجت برضه هقول لكم، واحنا بنشتغل كده هقول لكم، وفي اخر فيديو هقول لكم الطقم ده خد قماش قد ايه بالظبط. نبدأ نشتغل كده ونشوف احنا هنعمل ايه. زي ما قلت لكم كده 4 متر ونص ومتر من السادة. تعالوا نبدأ كده نشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يعني انا قطعت دلوقتي اهو ده نص متر، هنشوف هنعمل بيه ايه، والنص متر التاني قطعته ربعين، برضه هنشوف هنعمل بيهم ايه. يا ريت تحضروا ورقة وقلم كده تكتبوا اللي انا بقوله ده. يعني انا المتر بتاعي ده قسمت الاول نصين، خدت 50 سنتي و50 سنتي، ال50 سنتي التانية قسمتها ربعين، كل ربع لوحده، هنشوف هنعمل بيه ايه. ال4 متر ونص المنقوش خدت الاول 35 سنتي، دول هعمل بيهم كورنيشة 35 سنتي، وخدت 2 متر و10 عشان اعمل بيهم كيسين المخدات والخدديات. تمام، 2 متر و10 و35 سنتي دول اللي هعمل بيهم الكورنيشة بتاعت الملاية. تمام، بعد كده الباقي اللي اتفضل، باقي 4.5 دول اللي هعمل بيهم القرصة بتاعت السرير، هما حوالي 2 متر او 2.5 في الحدود دي كده، دول هعمل بيهم قرصة السرير. تمام، نبدأ نشوف بقى هنعمل ايه في الموضوع ده. طبعا احنا لما ببقى قطع القماش كده بركز وانا بشتغل، لان انا ممكن اخد المترين اشتغل بيهم يعجزوا معايا الملاية او العكس، فبنركز كويس جدا واحنا بنقص دي ايه ودي ايه ودي ايه. تمام، اول حاجة انا هعملها هناخد ال50 سنتي اللي انا عملتهم دول اللي قصيتهم من المنقوش، وال35 اللي انا قصيتهم من المنقوش، وال50 من السادة وال35 من المنقوش. همسكهم كده الاول اسويهم كده واقسم دول نصين، ال35 دول هقسمهم نصين. خلاص، دول كده هعمل بيهم كورنيش. ال50 سنتي دول هقسمهم 3 عشان هعمل بيهم كورنيشين. انا هعمل الطقم ده كده 3 كورنيش فوق بعض. انا كنت عملته مرة في سرير اطفال وطلع جميل جدا. انا هعمله دلوقتي للسرير كبير، نفس القصة كده اللي احنا عملناها لسرير الاطفال هنعملها للسرير الكبير، وان شاء الله احنا كده عملنا كذا طقم كبير كده الاطفال هيزعلوا. فاحنا نبدأ ان شاء الله بعد ما نخلص الطقم ده كده، والطقم اللي كنا بنعمل فيه امبارح نشطبه ونصوره وهو مفروش على الطبيعة، ونعمل ده ونخلصه، نبدأ بقى نعمل أطقم أطفال، نشتغل شوية في أطقم الأطفال. وعايزة أقول اللي هما كانوا مستنيين إن احنا نعمل الدفايات، إن شاء الله إن شاء الله نخلص بس شوية الشغل اللي في إيدينا دول، وهنزل اشتري قماش ان شاء الله للدفايات اللي هي حريمي او اطفالي.
ودفايات للسرير، وهنعملها مع بعض ان شاء الله. كده انا سويت القماش وقصيته تلاتة كده اهو، بقى معايا تلات شرايط كده. التلات شرايط دول انا هاخد شريط ونص اعملهم كورنيشة، وشريط ونص اعملهم كورنيشة، وهاخد من دول شريط ونص اعمله كورنيشة. هعمل كورنيشة الاول على الملاية من الفوشيا، وفوقها كورنيشة من ده، وبعدين الاخر كورنيشة من ده. يبقى هتبقى الملاية بتلات كورنيش. تمام، دي كورنيش الملاية. بالنسبة للربع متر، الربعين دول ربع متر، انا هعمل بيه شكل على الخدودية. هعمل كورنيشين كده فوق الخدودية، كورنيشين بمقاسين مختلفين. فانا همسك القماش كده اقسمه على تلاتة كده اهو، على تلاتة خلاص. ركزوا معايا في النقطة دي، فقسمت القماش كده على تلاتة، فبفرده كده اهو، قسمته على تلاتة، باخد منه جزء من التلاتة كده اهو. اهو وبعمل كورنيشين فوق بعض، واحد اصغر من واحد. انا ممكن ازود شوية كده اهو، ازود شوية عشان ده يبقى شكله واضح شوية اهو كده. وهقسم الجزء ده كده، هيبقى كورنيشة اكبر من كورنيشة، وهعملهم مع بعض على المخدة، لا على الخدودية اهو. تمام كده انا هقسم القماشة، هقسم دي الشريط ده كده هقسمه نصين، اخده الخدودية، والشريط التاني هقسمه نصين اخده برضو الخدودية. برضو هنشوفهم واحنا بنشتغل مع بعض هنعملهم ازاي. دول كورنيشين للخدودية. بالنسبة للجزء اللي فاضل ده، ده طبعا انتوا عارفين انا بحب اعمل قلاب للمخدة. اذا كانت سادة بعمل لها قلاب منقوش، واذا كانت منقوش بعمل لها قلاب سادة. عايزه اقول للمتابعه اللي كانت كلمتني امبارح وقالت لي القماش عرضه اقل من 240، انا قلت لها في الفيديو اللي فات، بعيد تاني برضو، القماش كله 240. بس انا بحب ازود المخدات، عشان المخدات دلوقتي بقت فايبر، فانا بزود شويه. يا اما بعمل للمخده قلاب، يا اما بعمل لها الجزء الاخير ده عكس اللون. لو اللون منقوش بعمله ساده، لو اللون ساده بعمله منقوش. فالربع متر ده مش هنعمل فيه حاجة غير ان احنا هنقسمه نصين ونركبه على كيس المخدة. طيب نيجي نشتغل بقى اخر حاجة في الجزء بتاع المخدات والخدوديات. هنشوف هنقصها ازاي، والناس الجميلة المبتدئة تركز معايا عشان تشوف، عشان انا قلت في الفيديو اللي فات ان المخدة والمخدتين والخدوديتين بياخدوا مترين وعشرة. المبتدئات يركزوا معايا عشان انا هقص دلوقتي المترين وعشرة، اوريكم انا بعمل فيهم ايه. انا معايا دلوقتي كده دول المترين وعشرة بتوع كيسين المخدات. طيب اول حاجة هعملها، انا بشوف القماشة دي 3D. تمام، لو انا بعمل قماشة سادة عادي مفيش مشكلة، لو قماشة كاروهات او فيها نقشة مش باينة من بعضيها او ملخبطة، برضو مفيش مشكلة. بالنسبة للقماشة دي 3D، انا عايزة اختار الشكل اللي يعجبني اعمله على الخدودية. عندي الجزء ده كده، لو عملته للخدودية هيبقى شكله مش باين قوي. الجزء ده كده في رمادي كده، مش هيبقى باين قوي. الجزء ده كده انا شايفة ان شكله احلى. تمام، فانا هاخد من الناحية اللي فيها الشكل ده كده اهو، هاخد الشكل ده كده اهو كده، هاخد منه 75 سنتي عشان اعملهم للخدوديات. بسم الله، 75 سنتي اهو، 75 سنتي خلاص.
بخلي البرسل على يميني زي ما اتفقنا، بخلي البرسل على يميني لان احنا لما بنيجي نشق القماش بيبقى بنخلي البرسل يا على يمنا يا على شمالنا، فطبعا لما بنيجي نشق بيبقى يمنا او شمالنا، لكن لو البرسل من فوق او من تحت بنقص بالمقص، بناخد المقاسات الصحيحه وبنقص بالمقص كده اهو. انا هاخد شق صغير كده اهو، بساوي القماش كده وباخد شق صغير كده خلاص، وبعدين بشق القماش بالطريقه اللي احنا قلنا. طيب اهو ده 75 سنتي. طيب هنمسك ال 75 سنتي دول ونطبقهم اربعة ارباع اهو، اربعة ارباع كده، اربعة ارباع اهو. دي هتبقى الخدادية اقل من 55 سنتي بشوية، يعني مش هتبقى 55 سنتي قوي، هيسهلكوا واقول لكم هي قد ايه بالظبط، لان انا واخده مترين وعشرة. انا ساعات باخد مترين وخمستاشر لو القماش وافي معايا كده، باخد مترين وخمستاشر عشان اخلي الخدادية تبقى اكبر شوية. هناخد هنقيس دي كده نشوفها قد ايه، اهي هقيسها كده اهي 53 سنتي، برضو كويس. احنا على ما نخيط كده ونخيط كده هتبقى الخدادية 50، وعلى ما نخيط من هنا هتبقى 70 73 في الحدود دي كده. خلاص انا طبقت دول كده وبعدين هفتحهم عشان يبقى الخدادية وش وظهر وش وظهر. خلاص دي كده الخدادية اهي، الخداديتين اهو كده، بنسوي القماش مظبوط كده اهو ونقص. بسم الله. تمام. طيب نقص برضو الناحية التانية. خلاص كده اهو بقينا عندنا الخداديتين، ادي وش ادي ظهر ادي وش ادي ظهر، ناقصهم القلاب. طيب همسك بقى الجزء اللي بقى معايا اعمل منه كيسين المخدات واطلع منهم القلاب بتاع الخداديه. طيب الجزء بتاع المخدات ده بخلي البرسل كده قدامي كده، وبعدين بتني القماش على بعضه كده. انا بقص وانا قاعده على المكنه كده عشان انا للاسف ما عنديش حد يصورني، واشتريت حامل عشان اصور عليه كده احط الكاميرا عليه، وللاسف طلع مش مظبوط وضعيف ما بيستحملش التليفون يتحط عليه، فانا موصيه ناس كده يجيبوا لي حامل، فانا للاسف بقص على المكنه كده لحد ما اتصرف في موضوع الحامل ده. بس بالنسبة للمبتدئات اللي مش هتعرف تظبط ايديها، يعني لو واحدة بقالها كتير شغالة في الموضوع ده هتعرف تظبط ايدها وتقص عادي، لكن بالنسبة للمبتدئة حاولي تفريد القماش على الارض مثلا او على ترابيزة كبيرة، لو عندك ترابيزة كبيرة او سفرة حاولي تفريد القماش عليها وتقصي. بالنسبه لنا انا بساوي اهوت وبوريكي تعملي ازاي لو انت هتشتغلي بنفس الطريقه اللي انا بشتغل بيها، تساوي كده. انا هاخد من الجزء بتاع المخدات هاخد حوالي 20 سنتي او 25 سنتي على حسب، يعني الجزء ده كده يعني اهو، هاخد الجزء ده كده كفايه اهو. هو الجزء ده حلو قوي قلاب زي ما يطلع بقى معانا اهو، 22 سنتي مثلا كده هقص كده. خلي بالك ده مش هشقه عشان البرسل قدامي كده اهو، البرسل من فوق كده، فانا مش هقص الكلام دوت عشان البرسل معايا اهو،
فبقص كده لازم اساوي بالمقص. انا زي ما بقول لك كده وزي ما قلت في الفيديو بتاع اخد المقاسات اهو، انا لازم اقيس كده ويبقوا الاتنين قد بعض، لما انا احط قطن دي على دي تبقى قد بعضها. خلاص تمام. طيب بعد كده الجزء ده اللي اتفضل ده انا هقسمه وهقول لكم هو كام سنتي بالظبط هنعمل بيه المخدتين اهو. بسم الله اهو، حوالي 95 سنتي. طبعا انا على ما هتني، على ما هتني الكلام ده كده هيكون كده يدوب هتني ثانيتين كده فوق بعض، هيبقى يدوب كيس المخدة كده هيبقى عرضه 45 سنتي. طيب طول المخدة كام بقى معايا؟ طول المخدة ادي متر 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 57، ده اللي طلع معايا، ده اللي طلع معايا من بقية 75 اللي انا كنت قطعتهم من جنب القماش، متر 55. طبعا انا عايزة اطول كيس المخدة، فبرضو في كيس المخدة ده انا هعمل الشريط، مش هعمله كقلاب، هعمله كشكل على المخدة عشان اطول كيس المخدة. بكده بنكون خلصنا قص الطق، وان شاء الله واحنا بنقفل بقى الطقم بنشوف بقية الخطوات اللي هنعملها مع بعض. كده خلاص الطقم اتقص، يا رب يكون الشرح واضح، ولو اي حاجة وقفت قدامك برضو قولها لي وانا ان شاء الله اشرحها واحنا بنشتغل في الطقم كده اشرحها ان شاء الله، او الحاجة اللي انا بحس انها عايزة فيديو منفصل كده بعمله فيديو بسيط كده عشان تاخدوا بالكم من المعلومة. يا رب يكون الشرح واضح، اشوفكم على خير ان شاء الله واحنا بنقفل الطقم ده.